عاجل تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الجيش المصري لبحث التهديدات التي تواجه مصر، وبيان مصري خطير تعلن دخولها مرحلة الفقر الحاد من المياه، ومواجهة سد النهضة بكل الطرق، وأهم تفاصيل حبس أشهر صاحب محلات في مصر. ووردنا منذ قليل الاستعداد لاستخراج كمية كبيرة من الذهب من أرض مصر، وبيان صار لكل المواطنين من الحكومة ننشر لحضرتك التفاصيل. وعاجل تفاصيل قيام الأمن الوطني بإحباط مخطط اغتيال الرئيس السيسي. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيعشق تراب البلد دي فجر التعليقات تحت بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين طبعا. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان مصري خطير تعلن دخولها مرحلة الفقر الحاد من المياه ومواجهة سد النهضة بكل الطرق. رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي أعلن إن مصر دخلت في فقر حاد فيما يخص المياه، وأشار إلى أن مصر دخلت بموارد هائلة ومئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه. مدبولي قال في مؤتمر صحفي خاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أن الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية. وأكد أن الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة، وقال مصر من أعلى الدول في استخدام المياه ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها ومعالجتها، وأكد أن الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه. المصدر معنا كان من صحيفة المصر اليوم، يعني هذا كان بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس دولة الوزراء، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، ووردنا منذ قليل الاستعداد لاستخراج كمية كبيرة من الذهب من أرض مصر. كشف تقرير أعدته وكالة رويترز عن تأهب شركات التعدين التي حصلت على امتيازات في مناطق بصحراء مصر الشرقية لبدء التنقيب عن الذهب. ووفقا للتقرير، ستقوم هذه الشركات بالتنقيب بموجب إصلاح تشريعي يسعى في النهاية إلى الاستفادة من الموارد المعدنية الضخمة غير المستغلة. التقرير أوضح أنه على الرغم من الاحتياطات الوفيرة وتاريخ التعدين الثري، فإن بمصر منجما تجاريا وحيدا منتجا للذهب، وينمو الاستثمار الأجنبي في النفط والغاز. والتقرير تابع وقال تعول مصر في جذب الاهتمام على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين التعدين التي تقضي على البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح التي لا تحظى بقبول في القطاع. مصر أبرمت حتى الآن 5 عقود للتنقيب عن المعدن الأصفر في أول جولة، وأبقت نظام المزايدات نشطا مع سعيها لبناء هذا المشروع. الحكومة المصرية بتتطلع لاستقطاب استثمارات سنوية بمليار دولار إلى قطاع التعدين، وهو هدف تقول مصادر بالقطاع إنه قد يكون في المتناول. قال باتريك بارنز رئيس استشارات المعادن والتعدين المعني بأوروبا الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا وبحر قزوين أنه قام بالتقدم لدي وود ماكنزي التي تقدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين. النجاح سيقاس في نهاية المطاف بعدد المناجم التي ستكتشف وتطور للإنتاج. في مصر 82 رقعة استكشافية للذهب، في 11 شركة هتقوم بأنها تشتغل على 82 الرقعة الاستكشافية دي، وفي شركة قالت لرويترز أنها تتطلع لتكوين فريقها الفني وإجراء عملية استشعار عن بعد ووضع خرائط العمليات في الأرض البالغة مساحتها 1500 كيلومتر مربع التي كانت من حظ هذه الشركة. المصدر معانا كان من رويترز. نتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولشعبها العظيم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الجيش المصري لبحث التهديدات التي تواجه مصر. الرئيس السيسي بحث مع كبار قادة الجيش المصري التحديات التي تواجه الدولة المصرية. الرئيس السيسي عقد اجتماع مع الجيش المصري وكبار
قادة الجيش المصري ناقشوا عدد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخليا وإقليميا ودوليا، وبعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن السيسي أكد إن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها الجيش المصري دفاعا عن أمن مصر وسلامتها. أكد إن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم، يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدسات هذا الوطن العظيم. طبعا هنا الرئيس السيسي بيوجه رسالة للشعب المصري، خصوصا ان احنا دلوقتي بنواجه أزمة قوية جدا في الأمن المائي وهو أزمة سد النهضة. طبعا ده كان إعلان عن اجتماع تم نشره، وهو اجتماع الرئيس السيسي بالجيش المصري. طبعا في اجتماعات سرية أخرى وفي تحركات كتيرة جدا بتحصل على أرض الواقع وبتحصل حاليا، ولكن يعني مش هينفع انه يتم نشر هذا الكلام. طبعا الرئيس السيسي وكل اجهزة الدولة بتعمل حاليا وبتتحرك حاليا للحفاظ على حقوقنا في مياه النيل. اي تحرك حضرتك تتخيله الحكومة المصرية بكل اجهزتها بتتحرك هذه التحركات، فما تقلقش رئيس السيسي. خلينا نتذكر الكلمة بتاعته انه يعني لن نسمح بالمساس بقطرة مياه من مصر، وإلا هيكون في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. يعني الرئيس السيسي الصراحة يعني أشهد له أنه ما قالش كلمة قبل كده وما نفذهاش، كل الكلام اللي قاله نفذه. فيعني بقول لحضراتكم ما تقلقوش، الموضوع ده إن شاء الله محلول. ونشوف خبر آخر معانا وهام تفاصيل حبس صاحب أشهر المحلات في مصر. نشرت صحيفة الوطن المصرية تفاصيل حبس سيد السوريكي صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور المشهورة في مصر. قام قوات الأمن بالقبض على سويريكي بسبب عدم وجود ترخيص وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء وعدم توافر اشتراطات الوقاية ضد أخطار الحريق، بالإضافة إلى غلق التوحيد والنور فرع حلوان. قضت المحكمة جنح أمن الدولة حلوان بغلق فرع التوحيد والنور بمنطقة حلوان وغرامة مالية قدرها 30,000 جنيه، وذلك لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص. كما أمرت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص. كما قررت المحكمة حبس السيد رجب السويريكي مالك محلات التوحيد والنور 3 أشهر وكفالة 5,000 جنيه عن تهمة عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل السنتر التجاري، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. وجاء في أسباب الحكم وجود عمالة وموظفين ومرتادين كثيرين من المواطنين على مدار اليوم وتعريض حياتهم للخطر. قالت مصادر إن صاحب محل التوحيد والنور محبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، وأن الفرع الذي تم اتخاذ قرار ضده من جهة المحكمة ما زال يعمل ولم يتم تنفيذ قرار الغلق ضده، وسيتم إرسال الحكم إلى الجهات المختصة بمديرية أمن القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية. المصدر معانا كان من الوطن. يعني سيد سويريكي ده كان متهم بتمويل جماعة إرهابية في وقت سابق، فيعني أترك لحضراتكم التعليق. حابب بس أذكركم أنه يعني متهم في عدة قضايا يعني تخص الإخوان والجماعة الإرهابية. تعالوا ننتقل لخبر آخر معانا وبيان صار لكل المواطنين من الحكومة. ننشر لحضرتك التفاصيل. الدكتور مصطفى مدبولي أعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية. وأشار إلى أن الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016. الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج مبهرة ومميزة جدا بشهادة كل المؤسسات العالمية. رئيس الوزراء أضاف وقال خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان في بطء في يعني عجلة الاقتصاد المصري بسبب يعني الوباء المنتشر حاليا،
فربنا يستر إن شاء الله الوباء ده ينتهي، لأنه داخل في السنتين ونص تقريبا. ربنا يستر إن شاء الله والموجة دي تعدي على خير. المصدر معانا كامل الموجز، وتعالوا نشوف آخر خبر معانا. عاجل تفاصيل قيام الأمن الوطني بإحباط مخطط اغتيال الرئيس السيسي. مسلسل الاختيار حلقة أمس كانت تتضمن الحلقة أمس مواصلة قطاع الأمن الوطني جهوده لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي لإحباط عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات كبرى. تضمنت أيضا إحباط الأجهزة الأمنية في مارس 2014 مخطط لعناصر أنصار بيت المقدس الإرهابي خلية عرب شركس لاغتيال وزير الدفاع آنذاك. في الوقت السابق كان الفريق عبد الفتاح السيسي بسيارة مفخخة بخط سير موكبه، فيما واصل النجم كريم عبد العزيز الضابط زكريا بقطاع الأمن الوطني تحقيقاته مع عنصر تكفيري يدعى فارس، ويعد من أهم العناصر وقادت اعترافاته إلى الوصول لخلية أنصار بيت المقدس بمنطقة عرب شركس بالقليوبية. تعود بداية القضية إلى مداهمة الأجهزة الأمنية بالقليوبية في 21 مارس 2014 مخزن للمتفجرات في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، والذي كان نتيجته استشهاد اللواء ماجد صالح والعميد ماجد شاكر إلى جانب مصرع 6 إرهابيين. وبمداهمة الوكر الإرهابي في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية عثرت الأجهزة الأمنية على العديد من المضبوطات التي شملت مواد شديدة الانفجار بإجمالي 1580 كيلو جراما و20 برميل بلاستيك من مادة الإنفو وتلت براميل بلاستيك من مادة أمينون بروكسيد شديد الانفجار بإجمالي 180 كيلو جراما و14 برميل من الصاج من مادة TNT بودرة شديدة الانفجار بإجمالي 1040 كيلو جراما. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أكد أن عناصر خلية عرب شركس الإرهابية كانوا يستهدفون جميع القيادات الكبرى للجيش والشرطة والمنشآت الشرطية والعسكرية، وأحيل المتهمون إلى محاكمة عسكرية عاجلة والتي صدقت على حكم نهائي بإعدام 7 أشخاص والمؤبد لإثنين آخرين من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابية فيما تعرف بقضية عرب شركس. ونفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين بالقضية بتاريخ 17 مايو 2015. يعني مسلسل الاختيار تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار. أنا أنصح حضراتكم أنكم تتابعوا هذا المسلسل لأنه يعني مسلسل عظيم بمعنى الكلمة، لأنه يعني بمنتهى الصراحة بيجيب لك اللي حصل فعلا وبيوثقه لك بأدلة وفيديوهات حقيقية. فيعني هذا المسلسل صادق 100%، يعني الصادق هو اللي بيجيب لك دليل، فإذا هذا المسلسل صادق. لو كان بيقدم عمل فني بدون دليل ما كانش فيه ناس كتير هتصدق، إنما بتوثيقه بالفيديوهات وبدلائل حقيقية حدثت، فمن الطبيعي إن احنا نطمن. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا اي بي على اليوتيوب وإسلام الأمير مصر ميديا اي بي على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.